شاء الله هنعمل مع بعض سويت شيري صوص او الهوت صوص من الفلفل الرومي. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سويت شيري صوص او هوت صوص بالفلفل الرومي. انا هستخدم الفلفل الرومي وهعوض الفلفل الحامي بالشطه. المقادير اللي معايا حبايتين فلفل رومي، نص كوبايه خل، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار نشا، كوبايتين ميه، معلقه صغيره ثوم مفروم او 4 فصوص ثوم، معلقتين صلصه طماطم، والتوابل ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره شطه. انا هنا مزوده شطه عشان هستخدم فلفل رومي. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هقطع الفلفل الرومي، قطعت الفلفل الرومي، هضرب كل المكونات اللي معايا في الخلاط ما عدا المية والنشا. بسم الله. هنزل بالفلفل الرومي وعليه نص كوباية خل، نص كوباية سكر، ومعلقة صغيرة ثوم مفروم، ومعلقتين صلصة طماطم، وملح وفلفل اسود وشطة. هضربهم كويس وبعدين هوريكم هنعمل ايه. ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين. هنزل المكونات في حلة وهضيف لهم كوباية مية من كوبايتين المية اللي معايا. وهرفعهم على نار هادية مش نار عالية. رفعت المكونات على نار هادية، هسيبهم حوالي دقيقتين وهدوب في كوباية المية اللي فاضلة معايا معلقتين كبار نشا. دوبت معلقتين كبار نشا في كوباية المية اللي فاضلة معايا. وهضيفها على الخليط واقلب الخليط وهو على النار لحد ما يبتدي يغلي. اول ما يغلي هطفي عليه على طول، بس يجي كده فيه على طول عشان ما يكتلش. انا سايباه على نار هاديه. اهو يا حبايب قلبي السويت شيلي صوص بعد ما غلى وتقل، بصوا، ولسه اما هيبرد هيبقى زي الكاتشب. هطفي عليه وهفضيه ببرطمانات معقمه. هفضي الصوص في برطمانات معقمة. غسلت البرطمانات ونشفتها في الفرن، هفضيه وهو سخن اهو بالمنظر ده. اهو يا حبايب قلبي السويت شيلي صوص بعد ما برد، بصوا القوام بتاعه جميل جدا زي الكاتشب واحلى. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبتكم طريقه عمل سويت شيلي صوص او الهوت صوص من الفلفل الرومي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.